ثاني كنعطي احد المحاوله من فريق النهضه البركانيه. فودي كاميرا حارس هشام المجهد محمد عطاوس سفيان زكريا كره طويله في اتجاه لاعب بديع ووك كان تدخل ديال امين الصديقي كيحاولوا اللاعبين ديال الفريق النهضه البركاني انهم ما يخلوش مساحات امام يعني لاعبي فريق الحسنيه خصوصا يعني لاعبين ديال الهجوم. بديع ووك وشرطي فائدة فريق الحسنية من الجهة اليمنى. لعبوا الآن الدقيقة 37 دائما التعادل السلبي صفر لمثليه أكيد في هذه المواجهة التي تقص شريط الجولة 21. هشام المجهد محمد عطاوس سفيان زكريا ما تمكنش عبد الحفيظ ليركي انه ياخذ الكره وبالتالي الكره كتخرج خارج ارضيه الملعب. كنقول حتى الان مباراه كنتظروا انه يعني تعطي ما منتظر منها يعني جوج ديال الفرق اكيد كتلعب مباريات والكره جميله. حتى الان يمكن نقول بانه الجانب التكتيكي فهو المسيطر على هذه المواجهه. فودي كاميرا هذه محاوله فائده فريق الحسنيه. بديع ووك اللي كيحاول يعني يخرج من الرقابه اللي يعني مضروب عليه من طرف المدافعين. كره طويله ولكن فقط عند عبد العالي المحمدي اللي غادي يلعب كره طويله بالفعل اتجاه لاعب حمدي العشير مضايق من عمر تحلوج. تدخل ديال الطاووس بالرابح ياسين البيساطي حكم كان على خطا او كيطلب مواصله اللقاء. كان سقوط ديال ياسين البيساطي لاحظوا الاخذ ورد في وسط الميدان كرة في الشرط وهناك سقوط ديال اللاعب الحسن أخميس صوب فريق النهضة البركانية. فريق يعني الحسنية أكادير وفريق النهضة البركانية أكيد من الفرق اللي حافظت على الإدارة التقنية وبالتالي النتائج الان هي نتائج كنعتبروها نتائج طيبه بالنسبه للفريقين رغم انه يعني فريق النهضه البركانيه في وقت من الاوقات خصوصا يعني لبدايه الموسم لم تكن موفقه لفريق النهضه البركانيه ولكن بعد ذلك تمكن من تحقيق نتائج ايجابيه رغم ان كانت هناك اصوات تطالب ب يعني اقاله المدرب الفرنسي بيرتراند مارشون اللي تمكن انه يعني لقى السكه الصحيحه للنتائج الايجابيه. هناك هدف ولكن هناك تسلل كان تسلل واضح ديال اللاعب بديع ووك خصوصا بانه يعني بدايه الموسم فرقصات ديال المدربين تواصلت بعد ما يعني عدد كبير من الانديه اللي فكرت الارتباط ديالها بالمدربين. كنقول الحديث كان بدايه بالمغرب الفاسي مع فريق المغرب الفاسي مع المدرب رشيد الطوسي ثم الرجاء مع الهولندي رود كرول. انتقل الطوسي للرجاء وديني سلافان اخذ بزمام الامور التقنيه بالمغرب الفاسي. شباب الحسيمي اللي فكر ارتباط بكمال الزواغي واستنجد بفؤاد الصحابي. الدفاع الحسن الجديد كذلك اللي فكر ارتباط بجمال السلامي واستنجد بعبد الرحيم طالي في مأكوك المراكشي بدوره اكيد بدا الاياب بحسن بن عبيشه خلفا للاطار التقني هشام الدمعي. الان يمكن نقول بانه هناك 8 ديال المدربين اجانب بالمقابل 8 ديال العطور التقنيه وطنيه
وبالتالي هناك حضور ديال فرنسيين جزائريين برتغالي ويلزي تونسي وكذلك اسباني باعتبار تواجد سيرخيو لوبيرا مع فريق المغرب التطواني فيما الان يعني اولمبيك خريبكا اللي فكر ارتباط مع احمد العجلاني اكيد الان يقوده التونسي كريم الزواغي في انتظار انه يكون هناك مدرب يمكن انه يستمر مع الفريق بالنسبه للدورات المقبله. كره في الجهه اليسرى هناك خطا لفائده فريق الحسنيه اقل من اربعه ديال الدقائق كتفصلنا على نهايه الوقت العصري للجوله الاولى ودائما النتيجه هي صفر لمثله بين الفريقين. هنا كنتابعوا اكيد الاصطدام اللي كان بين ياسين البيساطي وحمدي العشير الحكم كيطلب من الطاقم الطبي انه يدخل انه حتى انه يقدم الاسعافات الاوليه للاعب حمدي العشير لكن اكيد الدكتور عبد الرزاق هيفتي كيقدم الاسعافات للاعب حمدي العشير نفذ الخطا طاووس فودي كاميرا لاحظوا ما كاينش هناك حلول سفيان زكريا ياسين كارين ديما الكره في الدفاع ديال فريق حسنيه اكادير في الجهه اليسرى عمر تحلوش لاعبي ديال فريق النهضة البركانية في نصف الملعب وبالتالي محاولة الاعتماد على المرتدات الهجومية اللي تكون مرتدات خاطفة خصوصا بتواجد المالي شيبان عطراوري ووراءه كل من بالرباح وكذلك اللاعب الحسن الخميس وحمدي العشير الان اللي خارج عدد الملعب كتلقى الاسعافات كرة طويلة الحكم رفع الراية الحكم المساعد هناك تسلل أن يعني نلعب الثلث الأخير من الدوري الاحترافي والمنعرج الحاسم سواء على مستوى يعني الأندية التي تلعب من أجل اللقب أو الأندية التي تحاول تفادي الهبوط والنزول للقسم الثاني أعتقد أن المباريات يعني المؤجلة بالنسبة للأندية المقدمة هي اللي غتعطينا الصورة بالنسبة للفريقين خصوصا الوداد والفتح الرباطي مدى قدرتهم أنهم يوسعوا الفريق على الأقرب المطاردين. في أسفل الترتيب أكيد هناك العديد من الأندية اللي أصبحت الآن معنية بالنزول يمكن نقول من أولمبيك أسفيد دفاع الحسن الجديد المغرب الفاسي الكوكب المراكشي وأولمبيك خريبكا وبالتالي ننتظر الاثاره والتشويق في هذا المنعرج الحاسم من الدوري الاحترافي كره طويله في اتجاه اللاعب ياسين كارين هناك تدخل كان تدخل ديال اللاعب الحسن خميس وبالتالي شرط لفائده فريق حسنيه اكادير يتنفذ الشرط من طرف المدافع الايمن سعيد الزيدي إبعاد الكرة كاميرا سفيان زكريا فقط عند لاعب روي كونتو وشرط لفائدة فريق حسنيه أكادير كنقول بانه يعني نعتبروا جوله للنسيان ما تابعناش يعني محاولات كثيره لتسجيل دقيقه واحده كوقت بدل ضائع لانه ما كانش هناك يعني العديد من التوقفات خلال هذا الجوله الاولى. نتابعوا الخطا وراء الكره اللاعب ياسين البيساطي يتنفذ الخطا ياسين البيساطي كيلعب الكره دائريه هذه محاوله خروج الحارس عبد العليم حمدي كيبعد الكره
اصبح بسرعه هناك يعني مرتد هجومي بواسطه اللاعب حمدي العشير اللي كيرجع لمسانده الفريق. لاحظوا العوده ديال بديع ووك المكان ديالو اللي كيحاول انه يرجع لمسانده الدفاع. الكره طويله بديع ووك عبد الحفيظ دليركي ياسين البيساطي سفيان زكريا سعيد الزيدي وفهد أداء الحكم كريم صبري يعلن عن نهايه الجوله الاولى بالتعادل السلبي 0-2. قبل ما تابعناش اشياء كثيره الفتره ديال الاستراحه غتكون فرصه سواء لعبد الهادي السكتيوي او للفرنسي بيرتران مارشون اللي اكيد